بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه معانا ابننا الشيخ محمد أحمد القلاجي، ربنا يبارك فيه وينفع به إن شاء الله. سمعناه وهو يرتل علينا آيات من سورة النجم، تعالوا بنا نستمع إليه وهو يرطب القلوب والأفئدة بمدح الله ومدح رسول الله. هتسمعنا إيه يا شيخ محمد؟ إن شاء الله رب العالمين. اسمع حضرتك ابتهال يا أيها المختار. طب يلا بسم الله. يا أيها المختار من خير الورى خلقا، يا أيها المختار اللهم صل من خير الورى خلقا وخلقا خلقا وخلقا بالكمال توحدا. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا. يا أيها المختار، الله، يا أيها المختار، اللهم صل عليه، لمدحه ماذا أقول؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سمك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمد نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام الله نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا، لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا.
لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوث النادى يا غوث النادى طه صلاة الله مني سرمدا يا نجم الهدى يا نجم الهدى ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا نجم الهدى ثم السلام يا نجم الهدى يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لي شاهدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، فتح الله عليك ما شاء الله، فتح الله عليك انت يا عم، ايه الجمال ده ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. اروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.